يا باشا قطعنا كلام سيادتك. ايه بقى يا باشا الشغلانه اللي حضرتك عاوزني فيها بالظبط؟ اول حاجه لازم تعرفوها، الشغلانه دي ممنوع فيها الاسئله تماما، مفهوم؟ مفهوم يا باشا، بس ايه بقى هي الشغلانه نفسها اللي ممنوع فيها الاسئله؟ هتفضل طول عمرك غبي، يعني الباشا بيقول لك ممنوع الاسئله برضه بتساله؟ مش هتقدم استقالتك من الاوتيل قبل ما نمشي؟ اقدم استقالتي؟ ما هي اتقدمت واتقبلت يا باشا، اظن بعد اللي حصل ده مش هتمسكوا بيا قوي. وانا في رايي يعني عشان نبدا الشغل على طول احنا ناخدها اسحي كده لغايه بره حالا، والا هنلاقي امن الاوتيل كله فوق دماغنا. ماشي يا باشا؟ يلا يا ابو الكباتن وريني جمال نطتك، احنا في الباركينج يا باشا. بعد اذنك يا باشا. يا استاذ يا استاذ، هم راحوا فين؟ نعم، هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ في ثلاثة نايمين هنا ما حدش يصحيهم. لا انا بتكلم على الاثنين التانيين، ابراهيم والواد اللي كان معاه. حسام. ايوه حسام وابراهيم. مالهم؟ راحوا فين؟ في الزمالك، عاملين شغل زي الفل. السلام عليكم. انت مش خريج اداب قسم عبري يا ابراهيم؟ ايوه يا باشا. طالع الاول على الدفعه؟ بامتياز. طيب ما تعينتش مواعيد ليه؟ عشان في شومه واحده زميلته في الكافيتيريا يا باشا. انت مالك انت ايه اللي دخلك؟ الباشا بيسالني انا. هيكون ليه يا باشا؟ الوسايط عينوا الخامس والسادس والسابع ولاد الاساتذه. ولاد الاساتذه. ولاد الاساتذه. انت كنت عايز تتعين معيد ابراهيم؟ عاوز الحق يا باشا، قلت احسن ان جت منهم. وايه حكايه الطالبه اللي ظبطوها معاك في الكافيتيريا دي؟ دي عالم من نفسنا يا باشا، جواها سواد وغل بعيد عنك. دي بقى ضريبه النجاح اللي بيقولوا عليها. ضريبه نجاح يا فاشل، قد نزل في الجرنان وعليها صوره قد كده يا باشا مكتوب تحتيها فضيحه ابراهيم العزقلاني. يا باشا انا ما اعرفهاش، البنت كانت قاعده في الكافيتيريا وداخل ومفيش غير انا وهي، اسيبها تفيص؟ قعدت ادلك لها رقبتها واعمل لها تنفس صناعي، فجأة روح داخلين عليا واخديني على أمن الكلية، لعبة ومعمولة عليا يا باشا. غاوي أنت تنفس صناعي يا إبراهيم. هو مش موضوع غاوي، بس حضرتك حط نفسك مكاني، لو لقيت واحدة بتموت قدامك وفي إيدك تنقذها، هتسيبها تموت يا باشا؟ أكيد هتعمل لها تنفس صناعي. والنظام ده لو فطس هتعمل له تنفس صناعي برضه؟ لا دي تغور في 60 داهية. ده انا لو عملت لها تنفس صناعي نفس انا اللي اتقطع. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جو لاست 1 اوكي اوكي. أنا شايف تحسن، بس إحنا ماشيين ببطء شوية، كان ممكن نعمل شغل أحسن من كده. بص، أنت أهم حاجة تاكل بغباء وتشيل حديدة تقيلة، واتفرج على نفسك بقى. قول لي، أنت بتاكل لحمة قد إيه؟ كيلو في اليوم. كم؟ كيلو. كيلو؟ وده بقى مستورد ولا بلدي؟ أنا عارف، هو اللي بيتحط قدام البزيحة. لا، طالما كده بقى ألف هنا والشفا، ومطرح ما يسر يمر يا أبو كبات، يلا كمل يا ونش. بص بقى انا هسيبك شويه 5 دقايق كده وارجع لك على طول. اوكي يا كوتش. ماشي. يا باشا سعادتك تؤمر. سعادتك بس ابعتوا لي في الجيم هنا لمده اسبوعين. وانا هرجعه لك بطل العالم في كمال الاجسام. مش هتعرفه سعادتك خالص. الله يخليك. على فكره يا باشا انا ما بقبلش عندي اي حد في الجيم. كل اللي عندي ولاد ناس كبار، ناس باشوات زي حضرتك يعني. الله يخليك يا باشا، مع السلامة. يا تهان في ايه؟ كنت عايز سلفة رؤوفية. سلفة؟ يا ابني انت لسه واخد الراتب بتاعك مالكش 3 4 ايام، لحقت صرفته؟ ايوه دول 800 جنيه، 800 جنيه هيعملوا ايه؟ انا باكل لحمة بس في الشهر ب 1000 جنيه. وتاكل لحمة ليه؟ ما الناس كلها مقاطعة اللحمة. ايه؟ ما بتقراش جرايد؟ ما بتشوفش تلفزيون؟ مع احترامي لحضرتك، الدنيا كلها تقطع اللحمه الا انا،
انا لو عملت كده هبوظ اللي بقالي سنين بعمله وجسمي هيروح. وانت تاكل لحمه غاليه و90 جنيه ليه؟ ما في لحمه صومالي ولحمه اثيوبي وفي لحمه كمان مجمده ورخيصه جدا وكويسه. ان شاء الله تكون لحمه حمير. هو انا اعترضت اروق بيه؟ اسمع تهامي، انت تكيف حالك على الراتب اللي بتاخده وتمشي امورك على كده. بعدين انا هحل لك مشكله اللحمه ازاي اذا كانت الدوله نفسها مش عارفه تحل مشكله اللحمه؟ احلها لك انا؟ تهامي ارجع لشغلك، انا مش فاضي. انت بتعيطي ليه دلوقتي بس يا انوس؟ ما انت كمان بتعيط اهو. لا، هو في راجل بيعيط؟ بعدين انا عايزك تجمدي، برودة اسود قد الدنيا وبتعيط ازاي؟ انا مش قادره اتصور ان انا عايشه من غيرك يا حبيبي. اهو نسيبنا بقى يا انوس، هنعمل ايه؟ ابوك وامك عندهم حق، اذا انا مش قادره اكفي نفسي هكفيك انت ازاي؟ وهفتح بيت منين؟ بص يا حبيبي، انا مستعده استحمل اي حاجه، هسيب الدنيا كلها علشانك، بس ما تسيبنيش يا تهامي. حتى دي كمان يا نوسه ما نقدرش نعملها. ابوك وامك ما عملوش حاجه وحشه معايا، انا اللي قصرت. صحيح غصب عني، انما هما ذنبهم ايه؟ اهلك عايزين يطمنوا عليك يا نوسه وده حقه. يا تهامي انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايز تسيبني بعد كل ده؟ ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ حتى الدبة يا نوسة كنت انت اللي جايباها على حسابك. انا مستاهلكيش، انا انسان فاشل. ناجي باشا، ناجي باشا. عايزك يا تهاني.